أنا لدي تحفظ آخر في الحقيقة سأنقله إلى ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك. مرحبا بك ياسر. أهلا بك محمد وبالسادة المشاهدين. فقط في البداية أريد يعني أن أبدي إعجابي بجملتك المتابعة، يعني سوف تجعل المتعة في مشاهدة هذا المشهد من الفيلم. ما هو فيلم ياسر، طبعا فيلم بدون شك. هل هناك شخص يمكن أن شخص غير أمريكي يمكن أن يتابع هذا السجال الانتخابي لانتخابات رئاسية في دولة أخرى لسه في نوفمبر إلا إذا كانت مثيرة يا ياسر؟ وهي مثيرة جدا، وهم شاطرين في خلق هذه الإثارة. التحفظ الذي أود أن أنقله لك يا ياسر هو بالطبع الكلام المكتوب في إنجيل ترامب، هو نفس الكلام المقدس في كل الأناجيل في كل الكتب المقدسة. لماذا يباع ب$60؟ ومن الذي سيشتريه ب$60 يا ياسر؟ يعني يجب أن أؤكد على فكرة البيزنس. فكرة البيزنس تعني هذا، يعني الكتاب المقدس نزل بسعر $59.99، وهذا الشكل من البيع يعرفه فقط. شكرا للتصحيح يا ياسر، أنا غلطت في سن. عندما لا أعني ذلك. لا لا لا، أرجوك الفكرة إيه؟ الفكرة هل إن كنت تدفع بالنقود مباشرة وليس بالدفع الإلكتروني والبطاقات إلى آخره يعيدون إليك السنت؟ تدفع يعيدون السنت، ولكن والله أريد أن أؤكد بس على فكرة. تفضل. نعم يعيدونه بكل تأكيد، لكن أريد أن أؤكد على فكرة التسويق. فكرة التسويق إذا أردت أن تشتري بنطالا أو تشتري قميصا يتعاملون بنفس الكيفية، تذهب لتجد $29 $0.99، وهم يريدون أن يأخذون $30 أو $30. هذا ما تعامل معه ترامب مع الكتاب المقدس، وهذا أيضا يضع الكتاب المقدس في منطقة أقل من مستواه. أريد أن أؤكد للسادة المشاهدين أنه رجل بيزنس، رجل أعمال، يتعامل مع الكتاب المقدس وكأنه سلعة. هذه واحدة. أما الثانية، أيضا الأموال التي سوف تخرج من هذا الكتاب لن تذهب إلى حملته الانتخابية، هكذا تحدثت واشنطن بوست. أيضا يجب أن أؤكد أن هذا الشكل الذي يتعامل به دونالد ترامب هو يتعامل ببزنس، بمعنى أنه ليس كتابه الذي على سبيل المثال شركته التي تحمل اسم ترامب عكفت على كتابته، ولكن هو فقط الجهة التي أصدرت هذا الكتاب المقدس أخذت العلامة التجارية الترامبية، وهذا الذي يتعامل معه ترامب. إذن ليس كتابا من الألف والياء عكفت شركته على إنتاجه، ولكن هناك جهة معينة قد تكون دينية أو ما شابه أنتجت هذا الكتاب وخرجت بالكتاب المقدس، وفقط تعاملت بأخذ العلامة التجارية الترامبية لتوضع عليه ويأخذ نسبة من أرباح أو من مبيعات هذا الكتاب. ياسر، هؤلاء الذين لا يدعمون دونالد ترامب ربما من أنصار الحزب الديمقراطي، لن يغريهم أي شيء بشراء هذا الكتاب المقدس، هذه النسخة من الكتاب المقدس، حتى ولو كانت أرباحها لن تذهب لدعم حملته الانتخابية. بكل تأكيد، يعني لا شك في ذلك محمد. هناك حزب جمهوري وهناك حزب ديمقراطي، يقلبون الحقائق لتتماشى مع الحزب الديمقراطي، وعلى الجانب الآخر من النهر أيضا يقلبون الحقائق لتتماشى مع الجانب الجمهوري. إذن لن يدفعون سنتا واحدا بالعملة الأمريكية لأي من الجمهوري إذا كان ديمقراطيا أو ديمقراطيا إذا كان جمهوريا. واليوم محمد لابد أن لا نفوت الفرصة أن نتحدث عن أن تجمع الرؤساء الثلاثة في راديو سيتي سوف يجمع قرابة $25 مليون أمريكي. التذاكر تبدأ من $225، هذه أقل فئة من التذاكر، لتصل إلى $100,000 لمن يريد أن يقوم
بأخذ صورة مع الرؤساء الثلاثة، وأيضا هناك بعض المميزات تصل إلى 250 ألف دولار لمن يريد أن قد يكون في المقاعد، ترتيب المقاعد هناك 500 ألف دولار أيضا. هذه أرقام يعني جميعها يعني لا أدري من يدفع هذه الأرقام. بطبيعة الحال الموالون للحزب ورجال الأعمال بالنسبة لهم أن يتواجد الثلاثة، ويتواجد على الجانب الآخر أيضا ترامب يتواجد اليوم في نيويورك، ولكن لحدث آخر وهو التعزية في مقتل رجل من رجال الشرطة في ولاية نيويورك، ويعني يريد أن يبعث رسالة كما قالت نيويورك تايمز اليوم أنه مع رجال الشرطة ومع رجال القانون. إذن الجميع يبحث عن المال بطريقته. في نهاية فبراير الماضي محمد جمعت حملة ترامب قرابة 155 مليون دولار أمريكي، ولكن يخفق ترامب وحملته في هذا الشأن، حيث أيضا بالمقارنة يجمع فقط قرابة 44.5 من 10 مليون دولار أمريكي. إذن هو يريد يتعامل بعقلية التاجر، عقلية رجل الأعمال، يريد المحاكم الكثيرة والتهم الكثيرة منعته كثيرا للتفرغ لجمع التبرعات. لكن أسعار تذاكر الدخول للقاء الثلاثي في راديو سيتي يا ياسر تجعلنا ندرك أنه هذا شامل وعام، هذه الخصلة أنه الجميع يتاجر بشهرته في الولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان ممثل أو مطرب أو رجل سياسة أو مرشح رئاسي إلى آخره، والحصالة مفتوحة وتوضع فيها التبرعات بلا انقطاع، والجميع رجال أعمال عندك في أمريكا فيما يبدو ياسر. أشكرك شكرا جزيلا ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من قلب عاصمة البزنس في أمريكا وفي العالم نيويورك.